عجيب بجوار القائم. اليمن كوليبالي وجاباسكي، جاباسكي لكن كرة تعدي، كرة تعدي. واحد أول ركلة يسجلها المنتخب أمامنا هو السنغال، أول ركلة كوليبالي لكن رايح مع أحمد سيد زيزو ومندي. ركلة الأولى أدي أمامنا عبدو ديالو والورقة والزجاجة أمامنا، أوه في الزاوية صعبة أمامنا هنا عبدو ديالو يضعها ليتقدم منتخب السنغال بعد الركلة الثانية، لكن لسه مصر إن شاء الله هتنفذ الركلة الثانية. الركلة الثانية ودي أمامنا عبد المنعم وفي القائم اليمين، في القائم اليمين. معلش 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 إن شاء الله خير بإذن الله. كرة في القائم أمامنا هي كرة محمد عبد المنعم ترتطم في القائم اليمين. نتيجة بعد بونصار أمامنا لاعب بايرن ميونخ بونصار. بقول لك يا جبل يا جبل يا جبل يا جبل يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل يا جبل ما يهزك ريح. بص كيروش أمامنا أهو يا ولد. بونصار أضاع منذ قليل، بونصار مروان حمدي، يا مروان يا مروان يا مروان يا حمدي يا رائع يا رائع يا رائع أمامنا يا شاء الله ما شاء الله. بص يا جماعة الأعصاب أمامنا هنا مروان حمدي تألق بامبا ديانج بامبا ديانج. ركلة الرابعة إن شاء الله مهند لاشين، بسم الله يتصدى الحارس لكرة مهند لاشين أمامنا هنا في هذه اللقطة الصعبة، اللقطة الصعبة. مصر سجلت اثنين وضيعت اثنين والسنغال في المباراة. أبو جبل ومني أبو جبل ومني ويعلن مني عن فوز المنتخب السنغالي بلقب هذه البطولة، لتعلن السنغال عن بطولة هي الأولى لها في تاريخها، بطولة لمنتخب قدم أداء رائع حقق فوز على المنتخب المصري بصعوبة كبيرة.